الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأرحب بكم مع ضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإفتاء اليومي هلا سأله، وباسمكم جميعا أرحب فيها بصاحب الفضيلة الشيخ أبو عبد السلام، مجيبا عن أسئلة إخواني وأخواتي. فحياكم الله شيخنا أبو عبد السلام. وإياكم، مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إذن تواصل إن شاء الله يكون بعد بيان موضوع لقاء العدد، ودائما على الأرقام الهاتفية التي تظهر أدنى الشاشة بين الفينة والأخرى من دقائق هذا اللقاء. أيها الأحباب الكرام، إن أشرف الفقه وأعظم المعارف المعرفة بالرب العظيم وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وحسن التفقه في هذا الباب الجليل العظيم هو الفقه الأكبر، وهو يدخل دخولا أوليا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما كان هذا الفقه بهذه المكانة العلية والمنزلة الرفيعة، كانت الآيات والصور المشتملة على بيان أسماء الرب وصفاته العظيمة أعظم الصور شأنا وأجل الآيات مكانة. فكانت آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم، وكانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن الكريم، وأيضا سورة الفاتحة لاشتمالها على أسماء وصفات الرب تبارك وتعالى وغيرها كثير من آيات وسور القرآن، سورة الرحمن كذلك وغيرها. نقف وقفة للتعلم والفقه شيخنا أبو عبد السلام حول أسماء الله وصفاته في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الموضوع موضوع جليل، موضوع كبير، ويتصل بعقيدة المؤمن. والإنسان المؤمن غالبا ما يتخوف من الخوض في أسماء الله وصفاته، وأجل العلماء يقولون يجوز الخوض في معاني القرآن وفي معاني السنة النبوية وفي الفقه الإسلامي عموما وفي معرفة الأحكام الشرعية التي خاطب الله بها المكلفين. كل هذا محل البحث ومحل الاجتهاد ومحل البحث عن الفهم السليم، حتى نتعرف على الأحكام المرادة من النصوص المنزلة من عند الله تعالى والتي نطق بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. أما الخوض في أسماء الله وصفاته، فهذا الخوض ينبغي أن يكون من أجل الفهم لا من أجل التأويل، لأن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بالصفات، يجب أن نقف عند ذلك. نقف عند ذلك ليس معناها لا نبحث عن الفهم، لا نتعمق في الفهم والمراد، لأن الله تعالى حينما يقول ذو الجلال والإكرام، عندما يقول الكريم العظيم المجيب المقتدر المنتقم إلى آخره، هذه من أسماء الله تعالى، وكل اسم يدل على معاني جليلة تتصل بذات الله تعالى. ولذلك ذات الله العلية ليس كمثلها شيء سبحانه، ولا يجوز للإنسان أن يخوض فيما يدعي بأنه يريد أن يبحث وأن يبين بالأمثلة، كما يقال في خوض العلوم الأخرى بالمثال يتضح المقال. الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه، ويتسمى بما سمى به نفسه. ولذلك الاجتهاد في معرفة هذه الأسماء وفي إحصائها وفي معرفة معانيها ودلالاتها من أجل أن تقربنا إلى الله تعالى، من أجل أن تغرس في قلوبنا حب الله تعالى، لأنها تعرفنا بحقيقة الرحمة الإلهية، الرحمة العظيمة من الله تعالى على خلقه، تعرفنا بأن الله تعالى حريص على إنقاذ المؤمنين
ولما يأخذهم يأخذهم أتقياء انقياء، فحريص على أن لا يعذب مؤمنا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن مكلفون بأن نبحث في المعاني التي تجعلنا نتعلق بالله أكثر، نتعرف إلى الله أكثر، حتى نجتهد في طاعته وفي الاستحياء منه والخوف منه، لأن تلك الأسماء وتلك الصفات منها ما يفتح الأمل، باب الأمل على مصراعيه، ومنها ما يضع الإنسان في محل يعني خوف وهلع وتخوف من المستقبل وما إلى ذلك، وفيها ما يدل على أن الله تعالى قادر، فيه قدرة، فيه عظمة، لأن الله تعالى قادر، ولولا قدرته ما وجد هذا الكون بهذه النواميس التي تحكمه، بحيث لا يحيد عن النظام الذي يسير به قدر أنمله. انظر إلى المسافة الفاصلة بين الشمس والأرض، لو أن الأرض اقتربت من الشمس مليما واحدا لاحترق من فيها وعليها، ولو أنها ابتعدت عن الشمس مليما واحدا لجمدت الأرض ومن فيها ومن عليها. إذن الله تعالى خلق كل شيء بقدر. من الخوض في الأسماء والصفات معرفة هذه الحقيقة، حتى لا نسمح لأنفسنا أن نتفلسف في قضايا تتعلق بقدرة الله. نعم نتعرف على قدرة الله، لأني لما أعرف قدرة الله تعالى، اسمحوا لي يعني حديث يجر إلى حديث، عندما جاء الثلاثة يستأولون عن أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن طاعاته، فلما أنبئوا بما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم استقالوها، يعني رأوها قليلة يعني في حقهم، قالوا هو رسول الله مغفور له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، أما نحن فينبغي أن نعمل أكثر وأن نجتهد أكثر وأن نطيع أكثر وأن نعبد أكثر وإلى آخره. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقولتهم ماذا قال؟ ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ألا وإني، انظر هنا إلى الشهد هنا، ألا وإني أعرفهم بالله وأتقاهم له، فأصلي وأنام وأتزوج النساء و راغب عن نعم يعني نعم. ثلاثة، يتزوج النساء، يصلي وينام ويصوم ويفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني من أراد أن يتفلسف وأن يجتهد وأن يدعي بأنه عملي قليل بالنسبة إليه، هذا أراه خالف حاد عن سنتي، ومن ثم تبرأ منه صلى الله عليه وسلم. فإذن الخوض في أسماء والصفات من أجل معرفة الله وقدرة الله وعظمة الله، لأن لما تشوف الكون كل ما في الكون كما قال أحد العارفين بالله، كل ما في الكون يدل على أنه واحد، لأن هذا النظام الذي يسير به الكون من الأجرام السماوية، من الكواكب بما فيها المحيطة بالأرض، من ما يجري به النظام في قاع البحار من الحيتان وما إلى ذلك، وما على الأرض من جبال وسهول وسهوب وما إلى ذلك، كل هذا يدل على نظام محكم. وهذا هو يعني ما خلق رب سبحانه عز وجل، أنه خلق كل شيء بقدر، قدر فهدى، قدر الأمور كلها، الحياة كلها، وهدى الناس إلى معرفتها وإلى هداها وإلى الاستفادة والانتفاع بها. فإذن الخوض من أجل الوصول إلى الله تعالى، معرفة الله تعالى، لأن معرفة الله تعالى ينبغي أن تثمر فينا. ماذا تثمر؟ تثمر ما يجعلنا نفلح في الدنيا وفي الآخرة. ما الذي يجعلنا ننجح في الدنيا وفي الآخرة؟ إذا أطعنا الله تعالى. هذه الطاعة متى تأتي؟ تأتي عندما يكون الخوف من الله تعالى، عندما يكون الاستحياء من الله تعالى، عندما يكون تقدير الله تعالى حق قدره. كل هذا مما يعين
على طاعة الله تعالى. فلما تعرف حقيقة القدرة الإلهية والعظمة الإلهية والنظام والناموس الذي يسير به الكون المحكم بمشيئة الله وبغير حاجة إلى مثال سابق ولا إلى وسيلة يستعين بها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا يختل النظام ولا يقع فيه تصدع ولا شيء. فإذا هذا يجعلك تتعرف إلى الله تعالى. ما الذي تثمره أو تستفيده من معرفة الله؟ أول حاجة تتعرف عليها تتعرف على أفضال الله عليك، خلقك فسواك، نعم الله على العبد، نظم الله، نظم الله، يعني نعم الله تعالى على عباده، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني انظروا إلى الإنسان كيف يتمتع بنعم لا تعد، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة اللسان، نعمة العقل، مناصب التكليف، نعمة القلب، نعمة القدرة على الحركة، كل سلامة من الناس عليه صدقة، هذه كلها نعم تجعلك تتعلق بالله حبا وعرفانا وشكرا واجتهادا في الطاعة، لأنك هذا كله يدعوك إلى محبة الله، لأنه أعطاك دون أن تسأل، أعطاك ومكنك وأعانك دون أن تسأل، كل ذلك من أجل أن تتعرف إليه وتتعرف على أفضاله عليك حتى تتعلق بحبه سبحانه وتعالى. ومن أحب الله أحبه الله، ومن أحبه الله تعالى لا يضل أبدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما روى عن ربه ماذا قال؟ قال وما تقرب علي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. النوافل هنا راهي مطلقة، معناها نوافل الصلاة، نوافل الصوم، نوافل الصدقة، نوافل يعني الذكر، الذكر إلى آخره، معناها مطلقة غير محدودة. وما تقرب يعني وما يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، معناها إذا كنت تحب الله تعالى تجتهد في أن تفوز بحبه إليك، لا تكتفي بأنك تحب الله. وقد ذكرت يوما حوار بين صديقين كانا مسافرين، فأدركهما تعب العياء على إلى شجرة استظلوا بظلها، وقال أحدهم بعد تأمله في الكون وتأمله في الأرض وتأمله في النعم، قال يا فلان أقول لك أمرا، والله إني لا أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أجابه صديقه قال له أنا لا أنكر عليك أنك تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء يتعلق بك وبقلبك وأنت أدرى به، لا أكذبك ولا أصدقك، ولكن هل سألت نفسك بأن الله يحبك أو لا يحبك؟ قال لم أسأل نفسي. قال له إذن أبشر فإن الله يحبك. قال له أين الدليل؟ قال له الدليل أنك مسلم، اختارك للإسلام، اختارك للإسلام. قال له كما قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، قال هب أني لو ولدت لأبوين غير مسلمين من سأكون أنا؟ هكذا قال، يعني قال سأل هذا السؤال، قال ألا أكون جنديا من جنود الشيطان أحارب الدين؟ ولكن الله أسدى إلي نعمة لا أستطيع أن أشكرها وأحمده عليها حق حمدها وحق شكرها، وهو أنه هيأ لي ما به أكون مسلما مهتديا متبعا لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. جئت إلى الدنيا وجدت أما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تصلي وتصوم، وجدت أبا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يصلي ويصوم، وهل أملك أن أكون غير الذي هما عليه؟ يعني ورثت من أبي وأمي هذه التبعية للإسلام، ولكن عندما أعطاني ربي نضجا في عقلي وفكري ووسع مداركي ومعارفي تعرفت إلى ربي أكثر، فازداد حبي أكثر
وازداد تعلقي بالله أكثر، وازداد حبي لكوني مسلما، بحيث صرت أخجل من نفسي أمام الله، لأني لا أستطيع أداء هذه النعمة التي أسداها الله تعالى إلي أن جعلني مسلما. انظر حتى في نعمة الأكل والشرب، نعمة الأكل والشرب عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في شكر الله على أنه أطعمه وسقاه، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا زيد وجعلنا مسلمين، يعني جعلنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الصديق قال له الله يحبك، قال له إذن هيأ الله لك من يورثك لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال له زيد سألك، قال له أتدري ما هو مفتاح باب الجنة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالوا من دلائل حب الله لك أن وضع بين يديك مفتاح باب الجنة في أول لحظة زدت فيها إلى الدنيا، وهو أنك تسمع من أذنك الأيمن الأذان ومن أذنك الأيسر الإقامة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أي حب أكبر من هذا الحب؟ ألا نخجل من أنفسنا أن يحبنا الله تعالى كل هذا الحب ويهيئ لنا كل ما ينجينا ولا نشكره ولا نطيعه؟ إذن هذا هو البحث في أسماء والصفات، معناها التعرف إلى الله تعالى معرفة تدفعنا إلى الطاعة أكثر، الصالحون والعارفون من بالله تعالى. ماذا كان دأبهم؟ عندما تجد أحدهم لا ينام ليله، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رؤيا، رأى أن الناس يعرضون على ملائكة الله تعالى، وأحدهم يقول أنت روح للجنة، أنت روح للنار، أنت كذا أنت كذا. فعندما جاء دور سيدنا عبد الله بن عمر وهذا في المنام، قالوا أنت لما مازال ما حانش وقتك، بعد ليه لما استيقظ في الصباح فزعا، لابد أن يعرف تأويل هذه الرؤيا. فذهب إلى أمهات المؤمنين، قال يا أمي اسألي للنبي صلى الله عليه وسلم ما تأويل هذه الرؤيا. ماذا كان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال عبد الله رجل فاضل لو كان يصلي من الليل. فقال سيدنا عبد الله بن عمر والله ما نمت ليلة كاملة منذ أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دأب العارفين الذين يعرفون حق الله تعالى، حق المعرفة. إذن الخوض في الإسماء والصفات من أجل معرفته وطاعته أكثر. ربي يعيننا إن شاء الله. يا رب آمين. جزاك الله كل خير شيخنا أبو عبد السلام. ونبدأ على بركة الله في استقبال اتصالات الإخوة والأخوات. ومن مستغانم معنا أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أمة الله، تفضلي. بغيتنا نطرح سؤال على الشيخ. هو يستمع إلى سؤالك، تفضلي به. خونة الله شيخنا، أنا عندي سؤال. ولدي بغى بنت. باباك؟ ولدي بغى بنت. ولدك. وصليت صلاة الاستخارة، كل ما نصليها النوم لفعام مرة نمت لفعام خبلة لكريت، وخرجت لي رسالها وتلوز عليا بلسانها، ومن بعد قال لي ولدي نلقيك بها باش تشوفيها. فيها احنا كما نقولوا مكان عام وين ما عرفا يقعدوا الناس يريحوا. أي نهار اللي كنت رايحة نلقاها فيه صليت صلاة استخارة نمتها لفعة متخبل على كرايا. بنتي الله يخليك، المنام لن يتحدث فيه. طيب الشيخ راه يقول لك التفسير الرؤيا لا ليس من اختصاص البرنامج. لا أخوض فيه. لا لا، أنا راني في أصل صلاة استخارة. الشيخ كمال بوزيدي شيخنا مرات راه في شحال
قال لك صلاة الاستخارة كاين اللي تيمنا وكاين اللي تجي غير هكا ربي يسهل ولا يبعد. طيب شيخ يجاوبك على علاقة صلاة الاستخارة بالرؤية، هل لازم نشوف رؤية ولا لا؟ يعني ما هي العلامات اللي تعطيها لنا صلاة الاستخارة؟ تسمعين الجواب إن شاء الله. بصح وليدي راه قال في حالة واحدة أخرى، ربي يفرج عليك. يهدد عليا مرات يبقي عليا حتى اللي تعود اللي يلحق لي وتهز. طيب أمة الله، واضح إن شاء الله، واضح انشغال. يهدد عليا يقول لي هذه كامل هات منها، زعما ما كانش هذا الشيخ اللي يقول باللي كاين طلبة الاستخارة تخرج منها، وأنا وين ما تقصيت ما عندكش الحق. طيب أمة الله، السؤال واضح. اسمعينا الجواب. شكرا. وهذه البنت باباها مع مولا داري ما يتفاهموش. طيب استوضحنا السؤال، السؤال واضح. إذا عندك سؤال آخر تفضلي به يا أمة الله. عندك سؤال آخر؟ طيب إلى الحاجة من وهران. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلك عندي سؤال فيما يخص الزكاة. تفضلي يا الحاجة، تفضلي. أيوه. عندي ذهب الوزن تاعه 70 غرام، مازال ما وصلت 85، صح؟ نعم. عندي 70 كي وزنته والسيارة دات أول من أول طلعنا الحساب جات 52 مليون، وعندي مبلغ ثاني من المال 34، كي جمعتهم في كاع مع بعض جات لحقت النصاب. أيوا هذا السؤال، إلا زعما راني نيشان زعما جمعت المبلغ تاع هذا الذهب مع هذا المال. هذه واحدة. ثانيا إذا نقدر نعطي لولدي، ولدي ما يسكنش معايا، يسكن وحده بوليداته وداره بعيد عليا، وراه مجيب بدو عنده ديون ثقيلة بزاف بزاف تاع لونفاج، قلت إذا ممكن نعطيهم له لي يسدد به ديونه خاطر راه مهدد وكاع. هذه ثانيا. وإذا ما زعما ما يجوز نعطيه له، أنا العميسة تعطيته، هل نعاود نرجعهم دولتهم له العام الماضي؟ واضح. هذه في حالة ما زعما إلا مشي جايز، وإلا جايز نزيد نعطيه هذا العام. سؤال واضح إن شاء الله. أي بارك الله. شكرا يا الحاجة، بارك الله فيك. مع السلامة. طيب نبقى في استقبال المكالمات، معنا اتصال من قسنطينة. عامة الله تفضلي. أخي السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال فيما يخص الزوج نتاعي اللي توفى في حادث مرور في هذا العيد الكبير. رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين. حبيت أسأل أنه أنا الطفلة الثانية وخلالي طفل مولى عام وعنده أولاد من الطفلة الأولى، وخلالي عندي في الدار 80 مليون وولاده ما كانش على بالي بالمبلغ هذا. فاجئوني يوم الجنازة، يعني بيومين أو في 3 أيام من ورا الجنازة، اللي لازم نلبس الصوان. واش قالوا لك؟ أنا نديت الصوان ولكن على ذلك بدل أنا على صح ولا هما اللي على صح، هما قسموا المبلغ كامل. رغم أنه عنده مبلغ آخر في البنك. يعني ولاده جاوا طلبوا منك المبلغ المالي اللي في البيت. أعطاوك النصيب تاعك من هذا المبلغ؟ أعطاوني النصيب تاعي بإرادتهم، أعطاوني بإرادتهم. اسمع شغل احنا في هذيك الدقيقة متفاهمين، ولكن أنا راني على باليش أسكني غلطة ولا مش غلطة. طيب واضح إن شاء الله. وسؤال ثاني أخي، لي قطعة صعبة حابة نسأل عليها، يعني تجوز ولا لا تجوز؟ صبغ الشعر. تصبغ شعرها من أجل شيء فقط. واضح. هذا هو السؤال أخي. مع السلامة. نادية من العاصمة. نعم. ألو. نعم. نادية من العاصمة تفضلي. نفقد اتصالنا وتواصلنا مع نادية من العاصمة. طيب دائما على الأرقام الهاتفية نستقبل المكالمات 021 33 43 43، 021 37 42 87.
أمة الله من البرج. نعم نعم أمة الله من البرج. تفضلي. بغيت نسقسي أن جد زوج تاعي توفى عنده 20 رحمة الله عليه. جد الزوج. جد الزوج عايش عندنا. إيه من أمه ولا من أبيه؟ لا من أمه. واصلي؟ ها من أمه. نعم. هلو. السؤال يا أمة الله، السؤال من فضلك. ها قلت لك خلى مبلغ من الناس أعطاه له في حياته. نعم. قالوا عاوليه، قالوا وصف. وقالوا له الفلوس لأخت الجد. لي من يعطي السدس؟ لأخت الجد تاعه. هذا الجد أخته. هذا الجد عنده أخت. عنده أخت واحدة ها. إيه. وصاروا باش. ومش الصواب قالوا هاك يعطوا له فيه يسوع ولا بس عليه. قالوا ديهم هم ليك. نعم. ها. وما صرف منهم هزهم زوج تاعي وصرف منهم. وصرف على الموت تاعه والجنازة تاعه وخلاص. واللي بقاو مدلها منه السدس. نعم. فهمتني؟ واضح ان شاء الله. دونك الا يمدلها السدس من المبلغ اللي بقى، والله يمدلها من المبلغ اللي قبل ما يصرف، هو مدلو في حياته. هذه اخته الشقيقة. شقيقة. صحيح. سما وصى عليها قال له اعطيها السدس من المبلغ هذا. واضح عليها. واضح ان شاء الله. دونك هو حتى صرف فلوسه باش يعطيها السدس. ان شاء الله واضح السؤال. ان شاء الله صح. مع السلامة. إذا في اتصال نواصل في استقبال المكالمات. معنا مصطفى من سطيف. نعم. من العلمة. سطيف مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ حبيت نسقسيك عايشك. تفضل يا مصطفى تفضل. عندي شيء توفى عنده شهرين الله يرحمه. رحمة الله عليه. وحبيت نغرس له الشجرة والقبر تاعه اللي يجوزوا لي ولا لا؟ ألو. واضح حبيب. يا مصطفى واضح. بارك الله فيك ربي يجزيك. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب اتصال موالي. نعم. من فرنسا الأخ حسين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا حسين. حبيت نسقسيك برك يا شيخ على أنا نشوف دائما فيكم في التلفزيون. مرحبا مرحبا. حبيت نسقسيك يا شيخ على مجوج خطرتين. نعم. وعندي 10 دراري. ما شاء الله. طيب حسين اسمعنا من الهاتف الله يرضى عليك. نقص التلفاز. نقص التلفاز. نعم. عندك 10 اولاد. نعم. نعم. عندي دار نتاع باب الله يرحمه، وعندي دار واحد شريته وحدي، عندي واحد 15 سنة هذه ولا بصح شريته مع دراري نتاع الأخرى المرأة الأخرانية. كي جو عندي طفل تما في الدار من المرأة الأولى جوزت له قال لي يا بابا نتزوج وكاع ما عنده، عاونته باللي قدرت أنايا. وكاعد انا ساكن هنا في فرنسا قلت له روح تسكن تما هي حتى ندير الدوموند الى فرج رباطه ولك اللوجمان لازم تخرج. انا دوكا راني مريض الله غالب بالك من لا غدوه بالك ما نصبح. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا حبيت باش يخرج نبيع الدار ونقسم من كل واحد نعطي له دور اللي تصيح له. الله ما حبش يصمت لي مانيش عارف كيفاش ندير. ما حبش يخرج من الدار هذه. ما حبش يخرج من الدار قال لك ما عندي وين نروح. ما هو صافي 8 سنين 9 سنين من اللي راه ساكن تما وعندي الدار. قلت له نعطيك الدار نتاع بابا الدار كبيرة وقريبة للخدمة نتاعو خير من اللي راه فيها. واضح واضح يا حسين واضح. حبيت نسقسيكم واش رايح ندير وكيفاش نعمل؟
طيب يحصل خير إن شاء الله. أرحم والديك. مع السلامة، شكرا. صالحة من العاصمة ونجيب إن شاء الله. أخت صالحة تفضلي. الأخت صالحة تفضلي. نعم. طيب نفقد التواصل مع صالحة. طيب شيخنا نبدأ في الإجابة إن شاء الله مع أمة الله من مستغان. نعم. والله في الحقيقة هذه الأم بارك الله فيها خافت على مستقبل ولدها وصارت تتصرف هي في مكانه، يعني تصلي هي الاستخارة يعني تتشرف إلى مستقبل هذا الزواج ونجاحه وعدم نجاحه ومدى ملائمة هذه البنت لولدها وعدم ملائمتها إلى آخره. فصلت صلاة الاستخارة. وإيش معنى الاستخارة؟ الاستخارة هي طلب الإشارة من الله تعالى، يعني استشارة الله تعالى، يعني نطلب ربي نشاوره نقول له يا ربي أنت تعلم ونحن لا نعلم، حتى في دعاء الاستخارة نقول هذه العبارة، أنت تعلم وأنا لا أعلم، معناها الله يعلم بهذا المشروع الذي تقدم عليه ويقدم عليه ولدها، ما هل ينفع ولا ينفع، المستقبل لا يعلمه إلا الله تعالى، غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله تعالى. ولكن الاستخارة لا تستوجب أن نرى رؤيا، سواء كانت رؤيا سارة أو رؤيا عبارة عن كوابيس. نعم. ووحوش وأفعاعي كما ذكرت هي في يعني. سؤالها، هذا لا علاقة له بالاستخارة. الاستخارة معناها شاورنا ربي، قلنا له يا ربي ألهمنا إذا كان هذا الأمر اللي احنا رايحين نعملوه أنت تعلم ونحن لا نعلم، إذا كان رأيت فيه خير وعلمت فيه خير لنا، نعم. يا ربي يسره لنا ويسرنا إليه واكتبه من 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 واجعله من نصيبنا. إذا رأيت فيه غير الذي ذكرت يا ربي أبعدنا اصرفنا عنه واصرفه عنا. هذا معناه الله تعالى إذا جعل في قلوبكم انشراحا وإقبالا وفرحا وسرورا بهذه البنت، هذا دليل على أنها يلا على بركة الله. وإذا كان فيه انقباض وفيه خوف وفيها نفور وفيه عوامل من العوامل التي تمنع من تمام هذا الزواج، فهذا دليل على أن الله تعالى لم يريد لابنك هذا الزواج. أما الرؤيا تاع الأفعى وتاع كذا وتاع هذا لا تمنع عليه شيء، هذه الرؤيا سترينها ولو صليت ألف مرة ولم تصلي أخلاص إطلاقا سترينها، مسألة راهي متعلقة بالجهاز الهضمي نتاعك. شوفي واش كليتي نهار اللي نمتي هذا المنامة هذه فقط، وهي تقول أنها تتكرر معي وتتكرر، هذا عسر الهضم. نعم. وسوء عملية الهضم في المعدة ينعكس ذلك على كوابيس. نعم. يراها الإنسان يظن أنها يعني يربطها بموضوع الاستخارة، وهذه لا علاقة لها، ومن ثم لا تربطين هذا بهذا، لا احنا نقوله في الدرجة تاعنا ما تخلطيش شعبان في رمضان. فإذا كان ولدك راه متعلق بالبنت هذه ومتمسك بها، بدل ما توقفي حجر عثرة وتوقفي في سعادة يعني في وجه سعادة ابنك وما تحبيش تلبي له الرغبة من أجل هذا المنام، نقول لك ظالمة، خطأ، غلطة. أنت وشنو هو الواجب نتاعك؟ الواجب نتاعك أنك تتحراي حول هذه البنت. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وش قالنا؟ قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، رواه البخاري ومسلم الحديث. معناها إذا أردت السعادة في الدنيا والآخرة، إذا أردت النجاح في زواجك، إذا أردت الطمأنينة والسعادة، فاختر ذات الدين، يعني المرأة البنت اللي عندها دين وعندها خلق. فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنها إذا اخترت غير صاحبة الدين يلا تقطع يدك. فإذا معناها إلحاح من الرسول صلى الله عليه وسلم وتأكيد على ضرورة اختيار العنصر الأساسي في الاختيار هو الدين، وهذا اختيار من الزوج لزوجته واختيار من الزوجة وأهلها لزوجها. إذا جاءكم من ترضون
لا جماله ولا ماله ولا أصله ولا فصله. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، وفي رواية وأمانته، فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذن الأساس في الاختيار هو الدين والخلق من كلا الطرفين. فانظر إلى هذه البنت، إذا كانت على حياء وعلى خلق وعلى قدر من الجمال الذي استرعى انتباه ولدك، فأسعدي ولدك، لا تتخوفي من هذا الزواج نظرا لهذه الكوابيس اللي رأيتها، ما تبنيش عليها خلاص وما عندها حتى علاقة بالزواج. تحري على البنت وأصلها وفصلها، إذا كانت على دين وعلى خلق على بركة الله، وهكذا تضمني الحفاظ على ولدك، وتضمني سعادة ولدك، وتضمني البقاء ولدك في 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 عش الأسرة وفي حضن الأسرة. لأنك لما تكابري وتمانعي، راه ولدك عنده الحق راح يتزوج. صحيح رضا الوالدين لا بد، شيء أساسي في سعادة الإنسان في الحياة، ولكن إذا رأى من والديه تعسفا واستبدادا وموقف سلبي ورفضوا رفضا من أجل الرفض، هنا من حق الولد أن 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 يترك هذا ويذهب ويتزوج. فلا تخسري ولدك، فاسعي من أجل إسعاده وتلبية رغبته، ورب إن شاء الله يهنيكم ويسعدكم. وحتى البنت إذا ناقصها شيء، الكمال لله، وعلاش ولدك راه كامل 100%؟ الكمال لله. أنتم تأثروا في البنت في التوجيه والتربية والرعاية، والبنت راح تأثر أيضا، لأن الأسرتين، الزواج وش معناه؟ معناه التحام الأسرتين، والأسرة هذه تصب في هذه وهذه تصب في هذه، وتتفاعلان وتتأثران ببعضهما وتصير لحمة واحدة، هذا هو الزواج. فلذلك اسعي من أجل تحقيق هذه اللحمة وهذه السعادة لولدك إن شاء الله. إن شاء الله. الحاجة من وهران أنها نصيب من الذهب ومبلغ. نعم. من المال. والله أنت الزكاة. الآن ركي أحسنتي للتصرف. نعم. يعني معناها لما عندك الذهب لم يبلغ النصاب، لكن لما قومتيه وزدت عليه ما بين يديك من السيول النقدية بلغ النصاب، فزكيه بربع العشر، زكي المجموع، لأن الذهب مال، مال، والمال السيول النقدية مال. فالفقهاء قالوا كل ما هو مال نجمعه إلى بعضه، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول نزكيه بربع العشر. فثمن الذهب 50 مليون، والنقد الذي في حوزتها 32 مليون، راهي معناها 82 مليون، فات النصاب، تزكي 32 مليون، واش فيها؟ فيها 2,50,000 زكاة، وربي يتقبل إن شاء الله. آمين. هل تدفعها لولدها؟ نعم، إذا كان ولدها منفصلا عنها وله مسؤولية أسرية وعنده تبعات، مثل ما تقول هي عندها ديون، عنده ديون وعنده، يعني هذا من الغانمين وما قدر يسدد هذه الديون، لها أن تعطي زكاة مالها لولدها هذا، وربي يتقبل إن شاء الله. إن شاء الله. أما الله من قسنطينة، مات زوجها رحمه الله وكان عندها مبلغ من البال، طلبه الأولاد وقسموه بين الورثة. نعم، هو هذا هو السلوك، يعني المطلوب الأصل، وهو أن لما توفي رحمه الله تعالى زوجها، هو هي لها منه بنت وقيل ولا ولد، وله من غيرها قبلها أولاد. وش معناها الذي تركه زوجها كيف يقسم؟ الثمن لها ولأولاد المتوفى من بنتها والأولاد نتاع الزوجة السابقة، الذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كانت الزوجة السابقة ما زالت في عصمته، هي والزوجة الثانية يقتسموا فيما بينهم الثمن، يعني الثمن يفرقوه بيناتهم، وما زاد عن الثمن يقسموه الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، الولد حصتين والبنت حصة. هذا هو الصواب، يعني مطالبة هؤلاء الربائب بحق قسمة التركة هذا حق لا بد أن يوفى وأن يستجاب له. طيب، صبغ الشعر للمرأة بسبب الشيب. هو صبغ الشعر ابتداء جائز لا شيء فيها، ولكن الخلاف الذي بين العلماء في اللون،
لأن كثير من العلماء أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشار إلى أبي قحافة وبابت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأن شيبه ما كانش جميل، يعني ما كانش شباب. قالوا هلا غيرتم شيبه هذا؟ مجتنبين السواد، يعني معناها اجتنبوا السواد، يعني ما تصبغوه بالأسود وصبغوه بأي لون آخر، لكن نحيوا هذا الشيب هذا. هذا معناه دل على جواز الصبغ مطلقا للمرأة وللرجل، بل الزوجة المرأة المتزوجة وفي عصمة زوجها إذا رأت أن يزيد في حسنها صبغها لشعرها وتعف زوجها فلتفعل. أما هي المتوفى عنها زوجها في فترة العدة لا تفعل هذا، لا يجوز لها لا وضع الحناء ولا الصبغة ولا العطر ولا التزين ولا أي الكحل ولا شيء من هذا، ولا تحضر للأعراس ولا الولائل المآتم، يعني معناها تلتزم العدة. العدة عبادة فرضها الله تعالى على المتوفى عنها زوجها مدة 4 شهور و10 أيام. إذن نقول لها إذا كانت الصبغة هذه متعلقة بك أنت، خلي شيبك هذا ما رايحش يعيب فيك ولا ينقص من قيمتك حتى تنقضي العدة، حتى يبلغ الكتاب أجله كما قال الله تعالى. بارك الله فيك. أمة الله من البرج تسأل لهذا الجد الذي أوصى لأخته بالسدس. ولا وصية لوارث، هذا المبدأ العام، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لا وصية لوارث. هذا الجد الأخت نتاعو إذا كان عنده من الأولاد ما يحجبها، يعني عنده ولد ذكر وعنده بنات، وهذا الذي تركه ملك له مش موروث من باباه هو، لأن لما أوصى لأخته معناها دل هذا على أن أخته شريكة في هذا الميراث هذا، يعني الميراث كان انتقل إليه من الجد اللي قبله هو من الأب نتاعهم. إذا كان الميراث هذا نتاع باباه بابات جدها، فأخته وارثة بالنص وبالفرض. نعم. إذا كانت منفردة من بين الورثة يعني بالأخوة هذه فلها نصف ما ترك، يعني ما ينتقلش الميراث لأولاد وليده الذي توفي قبله إلا بعد أن تأخذ نصفها. هذا بالنسبة للجد هذا. لكن بالنسبة لقانون الأسرة، قانون الأسرة يا سيدي هؤلاء الأحفاد يرفعهم إلى منزلة أبيهم إذا كان نصيب أبيهم لو كان حيا أكثر من الثلث، هم يأخذون الثلث ويتوقفون. إذا كان أقل من الثلث يأخذون نصيب أبيهم كاملا. هذا التفصيل موجود في قانون الأسرة في مواده القديمة 169 170 171. والسادة الموثقين هم يعرفوا هذا الشيء، هذا تروحوا تستخرجوا الفريضة من أي موثق تتوجهون إليه. بارك الله فيك. معنا اتصال شيخنا أحلام من تبازة، تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ فاطمة نظر مع الشيخ حسين. تفضلي بالسؤال. شوف سيدي الشيخ، راح ندير واحد السؤال يعني كان جاوبني عليه راني مغضونة فيه بزاف. أنا كان خاطبني واحد الله فهمي، درنا فاتحة ودرنا عقد، ومن بعد مرض بالمرتع كونسير الله يعافينا منه، ومن بعد مرض كلمة قالوا لي كاين شيء يقولوا لي لا تدير العده، كاين شيء يقول لي ما تديريش العده. عقد عليك ولا ما عقدش؟ عقد. لا 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 عقد تحط في مدى مهلاك. نعم نعم. اكيد الشيخ كان تقدر تجاوبني على المباشر الله يعطيك الصحه ان شاء الله بنتي ان شاء الله. استنى جواب منك بوكا. دروك انت نجاوبك بعد الاسئله التي وردت. أيه. نجاوبك، ولكن تسمعي في الجواب في الحصه ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. مع السلامه. من تيزي وزو الاخت فاطمه، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اسمح لي الاخ ربي يخليك بين سقفي الشيخ. شوف امين الزوج تاعي زعما ين زعما ما نجمش نقول لك يعني تبقى عنده طريقه ماشي زعما ماشي نيشن، وفيها عذاب فيها ميديريا فيها غابني فيها يضربني. عندي بنت كيف طاهرها مسكينه، شوفت نحطلها
عندها 4 سنين، قهرنا بالبزاف. صافي انا يما بيتا ما كاش كي طلع لي وقف معايا ولا هو يقول لك لك كما تقعدي كيما هكا خاطرش انت اللي كان مستحملة دي العيشة ولا ما عجبتكش اخرجي. باين صافي شيخنا ربي يحفظه ويطولنا في عمره. اذكر عندي دروك انت نعيش معاها في الزوج ما انت صليت لا ولا نقول شوية تعرف بربي سبحانه وتعالى فرج علينا شوية لا غير مباحث غير مباحث حتى غير مباحث. بين شخصي شيخ ما ربي يخليه دوك انا راني شغل بين نارين ما نجمت ندير الخلع ونهني روحي من ربينا ونعيش مع عبد مسلم ويعرف ربي سبحانه وتعالى يقدر ربي سبحانه وتعالى يتمر او يحترمني ولا نطيق نواصل في هذه النار كيما نضغط ونستحمل على طيب. ظهري مكتوبين واضح يا فاطمه. المرأة عندما تبكي لا تبين. يقول لي ليك ماني باغيه ندير كي شغل اسم ونسمح في الزوج تاعي وما تبكيش ثاني نستحمل كاين كل حد ما نجيبش نقول. طيب فاطمه الله يرضى عليك، سؤال واضح. خلينا نسمع اللي بعدك ان شاء الله. يحفظكم بارك الله فيك. شكرا. ربي يحفظك. السلام عليكم. احيانا بعض السائلين يجدون متنفس في طرح الاسئله. المراه عندما نعم. تبكي لا تبين. نعم. محمد من عين دفله. بارك. محمد من عين دفله تفضل. السلام عليكم. عندي سؤال في خصوص عيد الاضحى. عيد الاضحى تفضل. لهم تاع الجزء ولا ما تجيش خصوص حيه. ولا ما تشوفش هديه. يعني. السؤال غير واضح يا محمد. فيما يخص الخطه يعني المعرض ولا الفهم. لم يتضح السؤال، لم نفهم ماذا تريد. يعني لم تضحي في العيد. في عيد الاضحى يعني السؤال. ايه ما قدمش الاضحيه، ما ذبحش. ذبحت ولا ما ذبحتش؟ خوتك ان شاء الله. طيب عندي سؤال ثاني ان شاء الله. طيب واضح واضح يا محمد. واضح يا محمد واضح. محمد السؤال واضح الله يرضى عليك. شكرا. طيب شيخنا نواصل في الإجابة. بالنسبة لسؤال مصطفى من سطيف يقول أن الوالد مات من شهرين ويريد أن يغرس غرسا عند قبره. نعم، هو فوق القبر لم يريد شيء من هذا، وحتى عند القبر لم يريد شيء من هذا، ولكن إذا كانت المسألة متعلقة بنظام المقبرة عموما يعني غرس الشجيرات في الممرات التي يعبر الناس من خلالها إلى زيارة موتاهم هذا لا يضر، هذا لهم أن يغرسوا باتفاق أو بانفراد الإرادة يعني بإرادة منفردة، لكن الغرس على القبر لم يرد هذا ولا يفعل هذا. وبجنب القبر؟ بجنب القبر خصيصا من أجل يعني معناها الرغبة في رفع نفع الميت هذا، هذا أيضا لم يرد شيء من هذا. للصدقة عليه يعني. الصدقة شوف الذي ينفع الميت خاصة السادة يعني نكلم كل راغب في نفع ميته. نعم. ابن كان او ام او اخ او جد تنفعه باحد امرين، بالصدقه وبالدعاء. رجل توفيت امه فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال افاتصدق عليها؟ قال نعم تصدق عليها وادعو لها بالرحمه والمغفره. إذن انت تملك ان تتصدق عليها مالا طعاما ثوبا على الفقراء وتنوي ثوابه إلى الذي تريد أن تتصدق عليه، أو الدعاء تدعو له بالرحمة والمغفرة والرضا والتوبة وما إلى ذلك، فكل هذا ينفعه.
أما هذه الشجرة وما غير ذلك من النباتات وما غير ذلك هذا لا شيء. حتى الفسيلة التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم جمهور العلماء قالوا هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، إنما وضع على القبرين اللذين يعذبان في صغيرة ولا في كبيرة، ليس في كبيرة، يعني وضع هاته الفسيلة، قال ما لم تيبس يخفف الله عنهما، لكن هذا خاص به، موش أي واحد يوضع فسيلة معناها المية هذا نعم يخفف عنه هذا. طيب حسين من فرنسا طرح الانشغال والمشكلة التي يعانيها مع ابنه يعني الذي لم يرد الخروج من البيت مرتين، تزوج مرتين نعم ايه، ولكن الإشكال الآن مع الولد، مع الولد الذي لا يريد الخروج من البيت. البيت نعم. هو الآن البيت هذا بيتك، اشتريته بمالك، لأنه رفض أن يذهب إلى البيت الموروث من الأب، يعني استأثر أن يبقى في البيت الذي اشتري من أبيه. الآن إذا كان ولدك هذا شاركك في شرائه، يعني دفع شيئا من ثمنه على أساس شريك لك في البيت، هذا من حقه أن يأخذ حقه وأن ينتفع به. أما إذا لم يدفع مليما واحدا وأنت أعرته البيت على سبيل الإعارة وهو واحد من أولادك، وإحساس بحق الأبوة على الأبناء يعني مكنته من الإسكان أو من السكن في هذا البيت، الآن احتجت إلى البيت، ليس من حقه أن يرفض الخروج، ولك أن تذهب إلى العدالة تطلب من العدالة أن تخلي، يعني أن تأمره بإخلاء البيت هذا، خاصة ما دام عرضت عليه الانتقال إلى البيت القريب من عمله أكثر ومتسع أكثر، فقط هو قديم وهذا جديد، فإذا أنت من حقك أن لأن أنت لا تريد أن تخرجه من البيت حرمان له من حق الانتفاع بملكك، وإنما رغبة في أنك تحقق المساواة بين أولادك، لأنك عندك هذا البيت، إذا كان هو خذاه وملكه واستأثر به، وأين حق الأولاد الآخرين؟ فأنت أردت أن تبيع البيت من أجل أن تعطي كل واحد من أولادك حقه، فمن حقك. فعندئذ إذا استطاع إذا أطاع ولب الرغبة فبها، وإذا أبى فالعدالة موضوعة من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل. بارك الله فيك. أحلام من تبازا. نعم. هذا الذي خطبها وعقد عليها ثم مات، لو لم يموت تزفين إليه أم لا؟ لا شك أنكم أكيد يعني بدأتم في تحديد مواعيد البناء، وقدر الله وما شاء فعل، مرض ومات قبل أن يصل ذلك الوقت يتحقق هذا المأرب هذا. فما دام عقد عليك فأنت مطالبة بعدة، لأن العدة لو طلقك في حياته ولم يبني بك فليس عليك عدة. أما وإنه مات فالأمر يختلف، العلماء قالوا عدة المتوفى ولو لم يبني بزوجته التي عقد عليها تعتد 4 أشهر و10 في بيت باباها، مش كما اللي بنى عليها في بيته، في بيته لا في بيت باباها 4 أشهر و10 معناها وشن هي العدة نتاعها، هي لا تتزين ولا تتزوج، عندما تنقضي هذه المدة يعني يبلغ الكتاب أجله 4 أشهر و10 إذن تتحرر من هذه التبعية وتنفتح الأبواب إليها إن شاء الله. إن شاء الله. فطيمة امتزي وزل تشكي هذه المظلمة وهذا. نعم والله ماذا أقول لك يا بنتي، تقول أن الزوج يقع في كل المحرمات يعني. نعم والله وقوعه في المحرمات هذا لا يضرك أنت إذا كان مسلما، إذا كان على لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. فهو إذا شرب، إذا ترك الصلاة، إذا أكل رمضان، فالأمر يخصه هو، والله قادر على أمره، يعني غالب على أمره. لا 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 ما تخافيش يعني، ما هذا ما يحشي حقر ربي سبحانه، ربي قادر، يمهله ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فلذلك إذا كان الأمر يعني يثبت أنه مسلم فلا يضرك عصيانه، اصبري من أجل أولادك
وادعي وأكثر من الدعاء له بالهداية. أما إذا جحد وأنكر معلوما من الدين بالضرورة، يعني عندما تقولي له يا فلان علاه ما تصليش، يقول لك واش من الصلاة هذه، ما كانش الصلاة هذه واش كنت تضرب رؤوسكم في القاعة ولا حاجة. قول يا فلان علاه ما تصومش، يقول لك واش من الصيام هذا والجوع هذا، كاش هذا ربي يعني ينفعوا جوعنا ولا عطشنا. هذا خرج من الدين، هذا يجب أن تفارقه على الفور. ما تستمرش معاه في الحياة الزوجية، لأن الكفر مفرق. هذا هو. طيب محمد، من أين دفنة؟ نعم، هذا عيد الأضحى، يعني معناه الأضحية. الأضحية تصرف معها، كيف نكون نتصرف مع الأضحية؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر قال كلوا وتصدقوا واهدوا، ولم يقل وادخروا. في المرة الثانية قال كلوا وتصدقوا وادخروا، معنى ذلك يجوز لك أن تأكل منها وأن تتصدق منها وأن تهدي منها إلى أقاربك وأحبابك، ويجوز أن تدخر، يعني دير في الفريقو ولا دير القديد الخليع. لك ذلك خليع، خليع. راه وراك لك ذلك، كل ذلك جائز. طيب، وخاصة الإهداء إلى الإخوة، هذا مما يربي يقوي روابط الصلة الأخوية بينكم، يعني معنى صلة الرحم تقوى أكثر. فإهداؤك لإخوانك هذا مما يقوي المحبة بينكم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. فإذا اهدي لإخوتك وهم أولى من غيرهم، لأن الذي تعطيه لغيرهم فهو صدقة، أما هم إهداء وهبة، وربي يتقبل إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. سأل قتل الحيوان بغير عمد هذا خطأ، والحمد لله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرنا واحد البشرة كبيرة عليه الصلاة والسلام، عندما قال غفر الله لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا خطأ، هذا خطأ، يعني لم يقصد قتلها الحيوان ولا تعذيب هذا الحيوان ولا الإضرار بهذه الحيوان، ولكن قدر الله ما شاء فعل، وقع في طريقه فحازه فصدمه ومات. إن شاء الله احنا الذي نوصي به أن الإنسان لا يترك الحيوان يتعذب. صدمته خذه، إن كان فيه إمكانية العلاج خذه إلى بيطري يعالجه. إذا رأيت حاله أو رأى البيطري حاله أنه ميؤوس من حياته لا ينفع فيه العلاج، على الأقل لا يتركه للعذاب، يخفف عنه بالموت العاجل. وأما أن تتركه معذبا فلا. ولذلك لماذا نهينا عن قتل يعني بعض هذه الروح غير ممتهنة يعني. هذا نعم. ولماذا نهينا أن نقتل يعني بخشونة وبوحشية وبكذا؟ قالوا وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وش معنى إحسان القتلة؟ معناها أن لا تعذب ما تقتل من البهائم ومن الحيوانات ومن علاش حنا البهيمة الكبش اللي نضحيو به في العيد، يعني قبل ما نذبحوه إذا كان عندنا عدة أكباش أخلاقيا وأدبيا وشرعا لا يجوز أن نذبح الشاة وأختها تنظر، هي تعرف أنها ستذبح. سبحان الله. يعني هذا تعذيب لها قبل أن يأتي وأختها. ذبحتها مرتين كما قال مرتين. ولذلك نضع حواجز، نبعد هذه التي لم يأتي دورها عن التي جاء دورها، حتى نخفف عنها، حتى لا نتسبب في تعذيبها. جزاك الله خير، بارك الله فيك. بسؤال الأخ محمد من عين دفنة، نأتي إلى خاتمة هذا العدد، شكرا لكم شيخنا الكريم، بعد شكر الله سبحانه وتعالى توفيقه، وشكر لزملاء أسرة الخدمة، تحياتنا لكم جميعا في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.